في حدود الساعة 23 دقيقة تلقت مصالح النداء حول وجود حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بمنطقة حشلاف تابع إقليميا لبلدية بنزوه. الحادث مثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة، للأسف الشديد خلف وفاة 4 ضحايا في عين المكان، تم نقلهم إلى مصحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عيسى. الحماية المدنية سخرت جميع إمكانيات المادية والبشرية لهذا الحادث من أجل إخراج الضحايا الذين كانوا محصورين داخل السيارة ونقلهم.